أرجأ مسؤول الإسماعيلي البت في طلب نجم الفريق عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لدراسته من كافة الوجوه وبعد العودة للجهة الإدارية بالإسماعيلية، لأن المهام الموكلة إليهم تنحصر في تسيير الأعمال لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد يوم 19 أغسطس المقبل. وكان محمود الياسقي المدير التنفيذي ومحمود إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي أعضاء اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي تلقوا طلبا من اللاعب عبد الرحمن مجدي امتلاكه عروض للعب في أندية داخل وخارج مصر ويرغب تلبية إحداها قبل غلق باب القيد الصيفي وأن يكون هناك تسهيل في عملية احترافه وليس تعقيدا، لا سيما وأنه لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المالية عن الموسم الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن مجدي تلقى أكثر من وعد عن طريق المسؤولين السابقين بالإسماعيلي بالسماح له بالرحيل للاحتراف في أي نادي شرط أن يكون العرض المقدم إليه يتناسب مع قدراته وإمكانياته البدنية والفنية ويسهم في إنعاش خزينة الدرويش.